يتداول البعض من الناس ذكر هذا الحديث وهو ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يذكرون فيها خمسة يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والقبلة والكذب والنظرة المحرمة. هذا الحديث كما تفضلت بل هو موضوع، كما ذكر الحافظ ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أن من جملة الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث خمسة يفطرن الصائم، ذكر من جملتها الغيبة والنميمة والقبلة والنظرة. يعني حتى يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، إمام أهل السنة في زمانه، صاحب المذهب الحنبلي المعروف، من أشهر من حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سئل عن الغيبة هل تفطر الصائم، فماذا قال؟ قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما صح لنا صوم. يعني إذا من كثرة انتشارها، إذا الإمام أحمد يقول لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما صح لنا صوم، فماذا نقول نحن بجانب هذا الجهبذ، هذا الإمام الكبير رضي الله عنه وأرضاه؟ إنما ليس معنى كلامه أن يغتاب الناس، لا، إنما المعنى أنه ليس من المفسدات، ولكن الغيبة والنميمة والشتم كما قلنا وشهادة الزور تذهب الثواب. بعض الذنوب إذا ارتكبها الصائم ذهب عليه ثواب الصيام مع أنه سقط عنه الفرض، ولكن ثواب الصيام ذهب عنه. فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه من الغيبة، من النميمة. النميمة أشد، الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره من خلفه، كما يفعل اليوم بعض الناس، يذهبون للإفطار عند شخص ثم يبدأون: هذا أكله ليس جيدا، زوجته لا تعرف أن تصنع الطعام. هذه من الغيبة التي نهى عنها الشرع، لأنها هي تكره أن تتكلمي عنها بظهرها بهذا الكلام. نعم. فالإنسان بده يتقي الله في بلسانه ولا يتكلم إلا بما يرضي الله. نعم. يشغل هذا النهار بقراءة القرآن، بطلب علم الدين، بإعطاء علم الدين، يتنوع في الطاعات. يعني رمضان مضمار أن يتنافس الناس في اكتساب الطاعات في هذا الشهر. نعم. الفضيل. نعم.